لجنة انتهت تحت إشراف طبعا نيابة الأموال العامة العليا إن قيمة الدعم الممنوح للنادي الأهلي من السيد ترك الشيخ هو عبارة عن دعم نقدي مبلغ 5 مليون ريال، 2 مليون و30 ألف دولار أمريكي، ثم 2 مليون ريال سعودي، وأن هذه المبالغ قد تم منحها للنادي الأهلي بالعملة الأجنبية، ده المقصود بها الريال والدولار. أيضا تم التأكيد على الآتي، أن هذه التبرعات التي قدمت للنادي الأهلي غير محددة الغرض وتمثل دعم مالي للنادي الأهلي للرياضة البدنية. أيضا في النتيجة النهائية أن التبرعات تم إيداعها التي تم إيداعها بحساب مجلة الأهلي بالدولار، قضية المجلة دي قضية تاني لوحدها، وبالريال السعودي كويس، إنها تم يعني بيتكلم على المبالغ اللي تم إيداعها في 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 حساب المجلة، إن إجمالي كل اللي دخل حسابات النادي الأهلي هو 100,338,736 جنيه لا غير. 100 مليون؟ أيوه 100,300,000 جنيه مصري. 300,000 جنيه. دي شاملة مستحقات قانونية للأهلي في مشاركته في مباراتين ريال. ده الرقم اللي دخل كله يا أستاذ إبراهيم. أخيرا بقى وإعارات اللاعبين. النيابة قالت أن تم اتخاذ الإجراءات المحاسبية السليمة بخصوص قيد هذه المبالغ المشار إليها بحسابات النادي، يعني النادي الأهلي أو الإدارة المالية في الأهلي اتخذت جميع الإجراءات المحاسبية في هذا الشأن. طيب هذه القيمة شاملة مستحقات قانونية للأهلي، نعم، تتعلق بإعارات اللاعبين، إعارات اللاعبين ومقابل المباريات يا أستاذ، ومباراتين وديتين، نعم، أتلتيكو مدريد ومباراة تكريم فؤاد عنور، دول المباريات بتنظمهم لائحة تنص على حقوق قانونية للنادي. مستحقات الأهلي فيما يخص المباريات وما يخص إعارات اللاعبين تقريبا بتبلغ حوالي 30 مليون جنيه. تمام. مستحقات الأهلي فيما يخص المباريات بتنظمها لائحة بالنسبة للماتشين دولت. مستحقات الأهلي للأندية السعودية ثابتة بعقود المستشار ترك الشيخ سددها عن هذه الأندية السعودية، وبالتالي لا تعد من قبيل التبرعات. اللي هيعد من قبيل التبرع، احنا قلنا اللجنة انتهت إلى أن اللي دخل حسابات الأهلي 100 مليون و300 ألف، هنشيل منهم تقريبا حوالي 30 مليون، هيبقى بنتكلم في مبلغ يقارب 70، يزيد حاجة بسيطة إلا حاجة بسيطة، ده اللي احنا هنبحثه مع الإدارة القانونية أو المستشار القانوني أو الشق القانوني في وزارة الشباب والرياضة. إذن الأرقام الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها في الأصوات الإعلامية مدخلة تبرعات أو مكافآت السيد ترك الشيخ للاعبين والجهاز الفني، مكافأة الدوري، وهي كانت مكافأة مباشرة زي ما حضرتك هي تقريبا مليون 830 بيبلغوا تقريبا 32 مليون مصري أو حاجة كده. فهو بقى حضرتك ممكن برضه بيعتبرها إن هي يعني كله راح للأهلي. بس دي مكافآت بالشكل المباشر منه للاعيبة. إنما دي شيء مباشر منه للاعيبة، ما دخلتش حسابات الأهلي ولم توجه للأهلي. هو وجهها للاعبين. وده اطمأنت إليه جهات التحقيق. نعم طبعا. بعد فحص بشكل دقيق واستدعت كل الأطراف وكل الأشخاص اللي لهم علاقة بهذه الواقعة لسؤالهم، مش كده بس. نيابة الأموال العامة العليا في إطار الوصول إلى الحقيقة فضت سرية حسابات النادي الأهلي، وده أمر لازم لإجراءات التحقيق عشان تمكن. فضت سرية الحسابات؟ نعم. تم فض سرية حسابات النادي الأهلي بناء على أمر من محكمة استئناف القاهرة. وده أمر يعني ده من ضمن إجراءات التحقيق. طبعا ما أنا عايز أشوف الأرقام دي دخلت هنا ولا ما دخلتش هنا وتفاصيلها إيه، فده بيبقى أحيانا إجراء لازم من إجراءات التحقيق وسلطة مقررة للنيابة العامة، لكن بعد موافقة محكمة استئناف القاهرة. إذن دي أعلى درجات التدقيق، انه بحكم المحكمه يتم فض سريه الحسابات بحيث ان ما عندكش حاجه تخبيها ولا تملك اي شيء اخفاء. لا، وتستطيع اي جهه بقى تحديدا النيابه او اللجنه المكلفه من النيابه للاطلاع على هذه الحسابات، لان انا افرض انا قدمت لحضرتك ايصال بقول لك انا اودعت المبلغ ده في البنك،
ممكن الايصال مش مظبوط ملعوب فيه، لا لازم انا اخش على السيستم ايوه واتاكد ايوه النيابه تاكدت، اللجنه تاكدت، كل هذه التفاصيل واضحه بشكل دقيق جدا. طيب بعد فض سريه حسابات النادي الاهلي في البنوك من قبل الجهات الرقابيه لا هي نيابه الاموال العامه مش جهات اخرى، هي نيابه الاموال العامه اللي قررت، نعم، انما الجهات الاخرى طلعت على تفاصيل حسابات النادي وفقا لهذه السريه. اللجنه المكلفه من النيابه العامه هي اللي طلعت، مش حد تاني. مش حد تاني. بقيه الجهات اشتغلت في ايه؟ لا بقيه الجهات دي جهات عاديه، الجهاز المركزي اللي انا كده كده اللي طبيعي انا عندي اجراء بكل تفاصيلي بتعرض عليه، لو عنده ملحوظه بيقولها، الجهاز المركزي لم يبدي سمت ملحوظه على الاداء المالي او المحاسبي للنادي الاهلي، ايضا اللجنه اللي تم تشكيلها من الشباب والرياضه بناء على طلب كابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي اللي طلب قال لهم تعالوا افحصوا هذه الامور، كل هذه الجهات انتهت الى سلامه الموقف القانوني للنادي الاهلي. خليني اقول لك في البدايه، لانه